لنحن نامل في القدس من أجل عدالة اجتماع من أجل الكرامة. المخزن بدوره يريد أن يفتح حالة حتى أن تكون يريد أن يصادر لا تستهزئون وإنما لا تستهزئون الرفاق لأن القادم أسوأ والقادم أسوأ بكثير. إذا المخزن يحاول أن يصادر منا حق حتى في الاحتجاج، يحاول أن يمرر الفصل 288 للإجرام الذي يجرم والذي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات كل الذي تجرى على الإجرام بدون الموافقة ديال السلطان بدون الموافقة ديال الباترونا. إذا هذا المخزن أيضا من ضمن المجازات ديالو هذا البرلمان ديالو الاخر لانه صدق على مجموعه القرارات لا شعبيه. مدير هذه القرارات هو اللي يكسب التقاعد، هو ينقص الثمن ديال التقاعد، هو ينقص من صندوق المقاصه الاموال المدعمه من صندوق المقاصه، هو انه ينقص سله متحرك الاجور او الترقيه، ولكن بالمقابل صدق على انه لا تمس المعاشات والامتيازات ديال البرلمانيين وديال الوزراء. انها نعمة سياسة للتقشف تجاهنا ولكن تجاههم في الخير زعما واسع وموجود، فلينعموا بخيرات هذه البلاد ولنا الثروات ولنا السيفير. انها حكومة شعبية، ان هذه الحكومة الديمقراطية التي كانوا يهتفون اليها المغاربة، وما علينا زعما نشكرهم قل لهم ولا قل لهم زعما كلنا من ورائكم. هادشي اللي باغينه في هاد البلاد، هادشي اللي باغي نقول الاجماع الوطني والنموذج المغربي الطارئ، تحيه للنموذج المغربي زعما فريق من نوعه، ما كاينش بحالو في السرقة وتبقي الجماهير الشعبية. هذا على مستوى المغرب، المستوى المحلي هاد البلدية إقليم الناظور اللي جينا اليوم نحتجوا على هاد البلدية. يجب أن نعرف بأن ميثاق الجماهير والدستور الممنوح كاين فيه واحد الفصل في 31 من ضمن ما يقول الفصل ان الجماعات القرويه تضع امكانيتها في تشغيل ابناء ديال المنطقه، ولكن الان وشرعت هاد البلديه المعتل ومعتلة هاد البلديه لان فريق مالي تقديري كيتجاوز 10 مليون درهم، يعني كيتجاوز مليار ديال الصرفيه اللي عندهم ديال فريق عند هاد البلديه، وعندها واحد المجموعه ديال المناصب الوظيفه العموميه اللي كتجاوز 50 50، وعندهم مجموعه ديال الامتيازات من ضمن الاسواق اللي بنوها واللي باغيين يبنوها، ومجموعه المساحات اللي كيعطيو فيها رخص ديال اكشاك. والساعه الشباب المدني الموضوع اللي كيناقشوا هو التنميه والمشاركه ديال الجمعيات المدنيه والتدبير ديال الاقليم، ونقول لهم واش كاينه شي جمعيه مناضله فرص مستقلميه؟ لماذا؟ لخدمه العنصر فهو موجود ولكن ابواب مصدر في الوجه ديال هاد المعتقلين وهاد المعتقلات. هاد المجلس البلدي اللي كيرسم واحد المجموعه ديال الناس بوجود ديال النظام، واحد المجموعه ديال الارباب ديال المصالح هاد الاقليم. كان لنا معهم لقاء وكانوا وعود كبيره من ضمن الوعود اللي تعطات لنا هو هذا الكشف وهاد الاحباب ديال المباريات اللي عندهم في المناصب في الوجه ديال المعتقل المعتقلات. ايضا هاد الشيء منح مجموعه اخرى ديال الاكشاك المعطلين والمعطلات، لكن يبقى مطالب كل مره ديال الجمعيه الوطنيه، ولكن حينما يتعلق الامر بهم ومصالحهم فان ذاك الشيء كيتم بسرعه الفرق او بسرعه كبيره. يقولوا لنا بما على كل عضو في المجلس البلدي كانت عنده شي جمعيه يتخصص بها شي فرق من المجلس البلدي، او حتى اذا كان شي احد من العائله ديالو كيتمنى عليه القانون انه يستاهل، ولكن في هذا الاقليم بالنظر الى فعلنا مباشره تعريف المغرب ديال الحكومه الذكيه